لنظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع ده خفيف ما هو أصله ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف مسهر عيني بناري وليلي حبيبي عيني يا عيني يا نيلي يا مسهر عيني بنهاري وليلي والله اشتقنا اشتقنا لعيونك يا بريقنا اشتقنا لعيونك والله والله اشتقنا اشتقنا لعيونك يا بريقنا اشتقنا لعيونك يا ابو صبره يا احلى السهر بالليل والحلو بيطول عمره ونغني عيني يا ليل وجودك يا ابو صبره احلى السهر بالليل والحلو بيطول عمره ونغني عيني يا ليل المغنى حياه الروح يشفي القلب المجروح المغنى حياه الروح يشفي القلب المجروح يلا نرقص ونغني ونعيش باحلى جنة يلا نرقص ونغني ونعيش باحلى جنة يلا 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 يا باهر رقصنا شوي وانت يا علاء قسم لي شوي اعمل ايه في الحلقه النهارده؟ ده حاجه صعبه قوي. خلينا نرحب بكل مشاهدينا، يا رب تقضوا عندنا وقت حلو وتتبسطوا وتغنوا وترقصوا وتشوفوا حاجات حلوه عندنا النهارده في أربعة شارع شريف. عندنا النهارده في الريستوران احنا متعودين يوم الثلاث منامينه بتكون موجوده. اميره ما تفهموش عملت فيها ايه وراحت جايه النهارده. وحشينا وبنحييك. اهلا يا اميره. منوره. نور. خدت يوم قابلتك منى؟ اه زقتها. زقتيها؟ من على الزحليقه. يا اخي ده لو تبعتك دلوقتي هتعمل لك عمل سفلي. طب عاملين ايه النهارده بهذه المناسبه؟ ايه عاملين حاجه حلوه، عاملين تيراميسو بالطريقه الايطاليه المظبوطه بالجبن الكريمي عبورلاند. اوكي منوره اميره فهمي النهارده
في الاستنا وهتعمل لنا تيراميسو وهتستخدم فيه جبنه عبور لاند. بعد ما نخلص معاها هنروح الكلينيك العياده الاستاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب. بعد كده عندنا فاشن نشوف في حاجات حلوه قوي ان شاء الله تعجبكم مع مصممه الازياء استاذه فردوس مراد. اهلا اهلا. ازيك؟ ازيك يا شريف؟ منوره. نبنورك. ال 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 الحاجه اللي في الفيترينه دي بتسموها ايه؟ ده كاب. كاب. معمول بقماشه تجن. الله يخليك. القماشه دي عليها زي بالليزر قطيفه؟ اه زي بالليزر قطيفه بالظبط، ونازل من تحت تورشون فرنساوي، يعني حاجات كده. حاجه راقيه جدا، انت منورانا. شوف النهارده كولكشن الجديده. ان شاء الله اكيد. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا سيدي. مادام في فاشن شو يبقى اكيد ايره واخواتها بنات الشارع الحلوين منتشرين النهارده في الشارع، بحييهم اهلا وسهلا. حلوين يا بنات، حلوين يا بنات. فادي النهارده هيعمل لكم تشربوا ايه؟ كابتشينو مع تيراميسو. عايزه ايه فيكتوريا عشان تفوق لانها نايمه دايما؟ اعمل لها هنا دبل اسبريسو لو سمحت. طب النهارده فرقتي مزازيكي مع حسام حسني، اهلا وسهلا. و ذكاء سعيد. النهارده تلات نشيد الشارع تحت الشباك نسمعه، بعد كده ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم نعمل التيراميسو بجبنه عبورلاند مع اميره. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. يا جدع بعد غوياك ما تقول لي يا جدع تحت الشباك، ولمحتك يا جدع بعد غوياك ما تقول لي يا جدع. إذا عدت قصاد البيت، إذا عدت قصاد البيت أبوس رجليك ما تبص لفوق وتطف في الشوق. أمان عليك بص واتكلم على عينك يا جدع. خدتك تفاح دوقني يا جدع، ريشك تفاح مش عني يا جدع. خدتك تفاح دوقني يا جدع، ريشك مش عني يا جدع. يا بتاع التفاح لون تفاح اجرح بخطوط ست الكل، يا بتاع ياسمين مين ينده لك مين واحنا معانا الفل. يا بتاع الرمان رمانك تبلى، بص علينا وطر دي حورية يا ولا، قولوا لي يا ولا واشتقنا يا ولا. رجعنا لكم مره ثانيه. اي حد عنده سؤال استفسار اي حاجه يحب يشارك بيها معانا خشوا على صفحتنا على الفيسبوك 4 شارع شريف، وممكن تتواصلوا معايا من خلال الانستجرام شريف مدكور تي في. على غير العاده يوم الثلاث معانا النهارده استاذه اميره منورانا ومشرفانا وكاتبه حشينا. الله يخليك. كل دي اجازه؟ اه اجازه بقى. اه اخبارك ايه؟ الحمد لله. حلوه؟ حلو. محلويه بعد الاجازه. طول عمرك حلوه وجميله. هي البنيله دي اول مره اشوفها؟ متهيألي شفتها بس من زمان قوي يعني. ما تنساش دي حلوه قوي. اه مش عارفه. تجنن. حلوه
ما تقوليش ان ده كان بنطلون جينز وانت فكيتيه. اه طبعا عادي، كل بنطلون فكيتيها وعملتيها اي حد عنده حاجه قديمه بقول له ما مت... هاتها هاتها. دي بتاعت حد ولا بتاعتك؟ بتاعتي. ماشي. طب انت النهارده ليلتنا تيراميسو. تيراميسو من ال- 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 الحاجات الطلياني، الحلويات الطلياني اللي تجنن في الحقيقه، بس ليها تكنيك صعب ووقت وخطوات، وهي بتتباع بره غاليه جدا، فانت النهارده هتقولي كل الخطوات بتاعتها عشان الناس تعملها في البيت وتبقى اقتصاديه جدا جدا جدا. صح كده؟ صح كده. والنهارده مع اميره عاملين التيراميسو، هي اهم حاجه فيها الجبنه، فاحنا هنستخدم جبنه عبور لاند سبريد، وهنقول لكم ليه بنستخدم كمان عبور لاند عندنا في 24 شريف. بس خلينا كده اميره تشرح لنا الحاجات دي. ايه ده؟ بص، هو احنا عاملين تيراميسو بكذا شكل، يعني عاملينه على شكل تورته، وعاملينه في الكوبايات، وعاملينه في يعني بكذا شكل. بس أوكي. بس هو تركيب ده تركيب ده تركيب ده. اوكي. عايزه اشرح بس حاجه. اتفضلي. هو التيراميسو دايما في احنا في مصر مصدرناه في الوطن العربي، يعني بقينا نعمله كريمه لباني وجبن كريمي. بس هو اصله يعني في الاصل هو بيض، وعلشان تطلع البيض طعمه حلو وهو مش مستوي، دي حاجه تكنيك صعب يعني. فاحنا هنشرح النهارده احنا هنعمل ايه بالطريقه الطلياني الاصيله. اوكي. هو دي خطوات كتير. انا طيب عايزه تقولي مقادير. مقادير كتير؟ لا يلا. يلا. المقادير: 6 صفار بيض، 6 بياض بيض، معلقه خل صغيره، كوبايه سكر بني، كوبايه ونص كريمه خفق، 5 اكياس جبنه كريمي عبور لاند 100 جرام، معلقه فانيليا. هتستخدمي شيدر ولا درومي ولا قشطه؟ لا قشطه. قشطه. اوكي. معلقه فانيليا، 4 معالق كبار قهوه سريعه الذوبان، 2 كوبايه ميه، كوبايه كاكاو، ونص كيلو بسكوت ليدي فينجرز. صوابع الست. صوابع الست. طيب مش ده سافويا؟ هو هو. طيب عايزه تبتدي؟ طيب بس قبل ما تبتدي خلينا نقول لمشاهدينا ليه احنا اخترنا جبنه عبور لاند ان احنا نستخدمها النهارده في التيراميسو، بما ان التيراميسو من الحاجات الصعبه، فعايز لازم يكون نوع جبنه فخم تستخدم معاه. اول حاجه احنا اخترناها لاسباب كتيره، طبعا طعمها وجودتها العاليه جدا، وعبور لاند لاول مره بيقدموا، اول مره اشوف انا جبنه بالطريقه دي سهله، اللي هي عبارة عن كيس زي ده بنفتحه بمنتهى السهولة، وبنعمل بنروح دايسين كده الجبنة تنزل سبريد في الساندويتش. ميزتها كمان ان احنا ممكن الواحد ياخد معاه العيش لوحده والجبنة لوحدها، يبقى في الشغل، في المدرسة، في العربية، في أي مكان، ويبتدي يفتح الكيس بمنتهى السهولة ويفرد الجبنة جوه الساندويتش، سواء عيش بلدي، عيش فينو، أي عيش احنا عايزينه، ويعمل بيه ساندويتش. غير طبعا احنا ممكن نستخدم منها في التشيز كيك، ممكن نستخدمها في التيراميسو زي ما اميره عامله النهارده. هتلاقوا دايما في السوق في 3 انواع من جبنه عبور لاند، عندنا الشيدر والرومي والقشطه، والنهارده احنا مش مستخدمين القشطه، وزي ما قلنا هو سهل جدا ان هو يستخدم. ايه بقى؟ يلا دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ احنا فصلنا البيض، قلنا صفار البيض وبياض البيض، هنعمل اربع النهارده هنضرب كتير قوي. هنضرب كتير قوي. اول ضرب هنضربه ممكن نجيب الويبنج كريم، كريمه الخفق. الكريمه اللباني هنحطها هنا. دي هنبتدي نخفقها دلوقتي. وهنحط هنا بياض البيض زي المرنج. 6 بياض بيض. 6 بياض بيض. 6 بياض بيض. دي لوحدهم؟ 6 بياض بيض، لا معاهم نص كوبايه سكر ونص كوبايه ونص معلقه فانيليا. نص كوبايه سكر ونص معلقه فانيليا، عشان الفانيليا الباقي هنحطها للبياض، ونص كوبايه سكر بني. هنضيف السكر البني. انت حطيت سكر ابيض؟ لا سكر بني. انت حطيت في الاول سكر ابيض؟ لا حطيت فانيليا. كل دي فانيليا ولا؟ اوكي. قد ايه فانيليا حطيتها؟ حطيت نص معلقه فانيليا، والنص الثاني لا نص معلقه فانيليا. والنص الثاني هنحطه مع الصفار. اوكي. وده هنحط ايه دلوقتي؟ نص كوبايه سكر بني. على 3 مرات.
ادي مره خليك تستنى وقت سكر البني. طيب ادي اول جزء من السكر البني. يلا حط التاني. تاني جزء من السكر البني. انت هتعمليه زي التلاينة. اوكي. ثالث جزء. هما كام معلقة؟ نص كوباية. نص كوباية على ستة. على ستة بياض. بيض والفانيليا. نقعد نضرب فيه لغاية ما يبقى مريك. مع نفسه. هنسيبه بقى يتضرب مع نفسه. انت بقى هتعمل ايه؟ هتعمل لنا الجبنة. عايزة ايه؟ الجبنة عايزة خمسة. حولك هنا. هنا. عايزة كم واحدة جبنة؟ عايزة خمسة. عايزة نص كيلو. يعني خمس وحدات من دول كل وحدة. هي 100 جرام. 100 جرام. طب احنا النهاردة اهي العلبة بتاعتنا فيها جبنة عبور لاند القشطة. اللي هي هتلاقوها الزرقاء. القشطة دايما هتلاقوها اللي هو اللون الازرق. وفي عندنا اللون اللي على بني. دي بطعم الجبنة الرومي. وهنا بطعم الجبنة الشيدر. اوكي؟ الزرقاء اهي. يلا. هنحتاج قلنا نص كيلو يعني هناخد خمس. وحدات. اوكي. ادي اول. دي غنية بالكالسيوم. طب ده حلوة قوي. اوكي. يلا. انت بتعملي ايه؟ انت بقى في هذه الاثناء انا حطيت حمام مية. والطبق الزجاجي يتحمل الحرارة. وهحط الستة صفار بيض معاهم باقي السكر. بصوا بتنزل بقى بسهولة ازاي؟ دي بقى على التوست على الجبن على اي حاجة انتوا عايزينها. اي نوع عيش هتلاقوها سهلة جدا. ورونا بقى اميرة بتعمل ايه؟ انا حطيت هنا ستة صفار بيض معاهم نص كوباية السكر الباقية. وحط معاهم نص معلقة فانيليا. النص التاني من عندي معلقة. حطيت نص في البياض والنص التاني حطيته مع الصفار. وهفضل اسوي صفار البيض. طبعا هو الخطورة كلها او المشكلة كلها في صفار البيض. فاحنا هنسوي صفار البيض. معلش انا هنا بصوا فتحتها بطريقة تانية. فتحتها بالورب من الجنب عشان تنزل لي خط رفيع. الاولانية كانت عريضة. هنا عملناها بطريقة رفيعة. نزلناها خط رفيع. اهي. بتعملي يا اميرة؟ اسف اني قاطعت. انا ولا يهمك. انا بقلب صفار البيض مع السكر والفانيليا. مفروض ان انا اقلبهم لغاية ما يبقوا كريمي. لو ما عندناش مضرب ممكن ان احنا نستخدم عادي سباتيولا او مضرب سلك. وبعمل كده كل دواء الهواء اللي انا هيبقى موجود معايا في الكريمة بتاعتي. هفضل اضرب فيه لغاية ما يبقى لونه ابيض خالص وكريمي. وبصوا هنا برضو طريقة تانية. هي بصوا انا بلفها من فوق اهي عشان اطفي كل الجبنة اللي جوه. وريتكم كل الطرق اللي ممكن تستخدموها. الطريقة دي سهلة جدا. دي كده 1 2 3. انت عايزه كام؟ خمس اكياس. كل كيس 100 جرام. عايزه نص كيلو جبنه كريمي. كده انت بتضربي ايه؟ انا بضرب صفار البيض. ستة صفار بيض معاهم نص كوبايه سكر ونص معلقه فانيليا. مش عارف المشاهدين سامعيننا ولا لا من كتر الضرب اللي احنا بنضربه ده. معلش ما قوي. هو القصه كلها في الضرب. هو زي ما احنا قلنا انه التيراميسو غالي جدا بره. احنا هنعمله في البيت بطريقه سهله قوي ورخيصه جدا. مش جدا يعني بس رخيصه. بصوا انا هنا فتحتها. بصوا ممكن من غير ما اقص على فكره. بتفتح من سهوله اهي. بص اهي. من غير استخدام مقص. من غير المقص. برافو. احنا قلنا ممكن نبقى في العربية في اي مكان
في المدرسة ممكن الأولاد ياخدوها ويعملوا بيها الساندويتش لنفسهم، في الجامعة في الشغل عملية قوي بصراحة. أهي أوكي أنا كده جاهز أعمل إيه؟ أنا جاهز يا أميرة. طيب أنت بقى هتعمل إيه؟ الفرق قاعدة خلاص كده المفروض مش عايز الميه خلاص يقعد، لا المفروض ان هو يقعد 10 دقايق على النار لغايه ما يبقى كريمي خلاص، لغايه ما يبقى كريمي خلاص. انت كده قعدت 10 دقايق اطفي ده هيبقى كريمي خالص ولونه اصفر فاتح خلاص. وهنا ده خلاص اهو احنا بنعمل كل الخطوات قدامكم. كان ممكن اميره تجيب الحاجات جاهزه بس احنا انا قلت لها وهي عارفه ده برضو ان التيراميسو صعب فلازم نعمله قدامكم. اخر حاجه بقى انا هضرب الويبنج كريم. بصي هنا كده ايه رايك؟ لا لا لازم يبقى لسه لازم يبقى متماسك. وهضرب كمان الكريمه اللباني او الويبنج كريم لغايه اما تبقى برضو متماسكه جدا. جابوا اللانش بتاعتنا خليك كده كفايه. لا لا لازم يبقى متماسك مجعلص كده ومتماسك مجعلص كده. ايه ده ايه بقى؟ دي كريمه لباني كوبايه ونص كريمه. يبقى كده انا هنا بعمل ايه؟ ده ايه؟ ده 6 بياض بيض مع نص كوبايه سكر ونص معلقه فانيليا. اوكي اضربه لغايه ما يعمل منقار. وهنا في ايه؟ هنا جبنه كريمي عبور لان قشطه. وهنا اللي معاكي هنا معايا دي كوبايه ونص كريمه خف. وهنا 6 صفار بيض معاهم نص كوبايه سكر ونص معلقه فانيليا. طيب انا ما قلت قشطه مش قصدي قشطه يعني قشطه عليك ها انا بكره الكلمه دي انا قصدي اللي هي الكريمه القشطه. كريمه قشطه كريمه قشطه وانا استخدمت القشطه لانه مطلوب الدسم الزياده يعني الجبنه كريمي دسمها زايد قشطه. ايه رايك؟ كده هتعمل منقار. هتعمل عايز هنضيف لها بقى نص معلقه خل. نص معلقه خل. علشان يتماسك الخليط يتماسك. واحد اثنين معلقه صغيره ولا كبيره؟ نص معلقه كبيره. هيخلي الخليط يتماسك وما يسيبش منه. بيخليه بيلمع. وبيلمع. وقت ما بتحب تطلع بقى فاصل. لا لسه لسه. طيب عندي بقى الكوبايتين ميه. انا عايز اوريكي حصل هنا ايه. لسه عملت مرعون. يعني كل ما بيتضرب زياده ويتماسك كل ما يبقى احسن عشان العجينه ما تسيحش مني. قلبتها صح كده؟ تمام. اضربها تاني ولا كفايه؟ لا خلاص تعالى بقى انت ايه حط ال مش عايزه ده؟ لا خلاص النهارده تورنيدو هو المنقذ. تورنيدو انقذنا بالمضارب والعجان. انا بضرب دلوقتي الكريمه علشان تتماسك برضو لازم تتماسك تبقى قريبه للقشطه. كده عندنا ثلاث حاجات ده الرنج وهنا الجبنه وهنا صفار البيض ده خلاص مش عايزه المضرب ده. لا خلاص اوكي شكرا تورنيدو برضو. و ده لسه شويه عليه. لا يعني امسك كده هبتدي بقى انا اخلط. اخلطي ايه بقى؟ هبتدي اخلط ولا بعد الفاصل ولا عايزه تجهزي كل حاجه دلوقتي؟ لا جهزي جهزي صفار البيض مع الجبنه سبته المفروض ان هو يبرد يبقى دافي مش كده ده كفايه عليه اللي معايا ده. بصي يبقى قشطه كده اهو اكتر من كده. تمام حلوه قوي. ايه الصوت ده؟ معلش ثلاث مضارب في ان واحد ماشي خلاص. هنحط الجبنه الكريمي او نحط نضيف الجبنه ونضربها بده ولا عايزه مضرب؟ لا لا مش عايزه مضرب عشان الهواء. هتحطيها حبه حبه.
هضيف وعلشان الهواء ما يخرجش بره وعلشان ما تسحش. يعني لو قلبت كله على بعضه بالمضرب اللي هو الكهرباء دلوقتي هيبقى لوس كده، هيبقى سايح خالص. خلاص اهو دي جبنتنا عبور لان. احنا حطينا الجبنه عبور لان اهي على الايه الصفار. اوكي خلاص مشتي ومش هقلب كتير، هقلب بالراحه كده. خلاص الجبنه بتسقع كمان البيض، البيض المفروض ان هو يبقى ممكن نستخدمه هو دافي يعني. خلاص اهو. بعدين وبعدين هنحط المرنج. المرنج دي يطلع شكلها وحش في الشاشه. لا ممكن بس اني احط، انا حسكت واحده لازم تبقى بعدين بصل الكاميرا. وبرده بخفق بشويش. كل ده لازم يتضرب يدوي. اه بالظبط. هتحطيه كله جوه هنا. كنت هنا في ده يلا عشان غوي خملي. طب ده دولت كفايه تحطي عليهم كله؟ اه يلا. مش هيكفي ده؟ لا هيكفي ان شاء الله. مش هتصدق، هتصدق ان شاء الله. اه خلاص كده ده ماشي. كده خدنا المرينج. شكرا. بعدين يبقى احنا قلبنا الجبنه على الصفار. خلاص وبعدين حطينا عليهم البياض. بص انا بقلب ازاي. بصي ابتدى يبقى هش ازاي. اه عشان الهواء ما يخرجش. لو الهواء هيبقى زي هيبقى ميه هيبقى. اه يعني هي القصه كلها في التكنيك. احنا بنعبي هواء في حاجه طعمها حلو، فانيليا و ويبنج كريم. خلاص انت حط ده على ده. ده اللي هو ايه؟ نحط بقى هنا ده الكريمه اللباني المخفوقه. اه يلا ثانية واحدة برضه حبة حبة. عشان الهواء زي ما احنا اتفقنا ما يطلع. وكريمة اللبانية لازم تبقى ساقعة. ايوة ده كده خلاص استوى. طب اذا ما يخشش الفرن. لا خلاص. طب ما هو الناس هتقولك الصفار والبياض ايه بقى؟ لا الصفار هو اللي فيه مشكلة. مش دلوقتي مشكله، انت خلاص خلاص كده عملتي. اه خلاص كده خلاص سويتيه ازاي؟ سويته على حمام ماي. خلاص والبياض حطينا معاه بس الفانيليا عشان الزفاره، وحطينا الخل عشان برضو يقتل لو في اي حاجه. كده احنا خلصنا الخليط. ايوه بالظبط. بعدين هنبتدي بقى نركب الحاجات دي كلها. طب احنا سمعناك اغنيه يلا ونيجي بقى ايه نوريكوا التيراميسو بيتركب ازاي. استاذ حسام ايوه عايز تغني ايه يا استاذ؟ يلا احنا دلوقتي بنقول حاجه لام كلثوم بقى. حاجه للست ام كلثوم طبعا. ايه هي؟ دلوقتي احنا هنقول دلوقتي كوبليه من اغنيه سيره الحب. سرقه. جميله. سيره الحب. يا سلام على سيره الحب. سلام يا سلام. يلا نسمعها بعد كده ناخد فاصل ونرجع لكم مع امينه نكمل التيراميسو. خليكم معايا لو سمحتوا. مزيكا. يا العيب فيكم
يا في حبايبكم يا لعيب فيكم يا في حبايبكم أما الحب أما الحب يا روح يا علي يا روح يا علي في الدنيا ما في أبدا أبدا أحلى من الحب نتعب نغلى نشتكي منه لكن بنحب الدنيا مفيش أبدا أبدا أحلى من الحب نزعل نغلى نشتكي منه لكن بنحب يا سلام على القلب وتنهيده في وصال فراق وشموع الشوق لما يدو ليل المشتاق يا سلام على الدنيا وحلاوتها بعين العشاق يا سلام يا سلام على حلاوتها يا سلام يا سلام حلاوتنا بعين العشاق يا سلام يا سلام على حلاوتنا يا سلام يا سلام يا سلام على الدنيا وحلاوتنا بعين العشاق يا سلام يا سلام على حلاوتنا يا سلام يا سلام وانا خدني الحب لقيتني بحب لقيتني بحب وادوب بالحب وانا خدني الحب لقيتني بحب لقيتني بحب وادوب بالحب أدوب بالحب والصبح وليل وليل على بابه أبا أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف رجعنا لكم مرة تانية النهاردة حلقة التيراميسو الزعم في الحلويات التلياني اللي أميرة النهاردة عاملاه أحسن من طلاينة في الغالب هيكرهوني كده لا لا هيكرهوني أكلته هناك ما عجبنيش زي ما أكلت البيتزا هناك ما عجبتنيش الحاجة الوحيدة اللي أكلتها في إيطاليا وعجبتني الآيس كريم جولاتشي جولاتشي؟ طيب غير كده ما والمصريين اللي هناك بيعملوا أحلى بيتزا أحلى من طلاينة لكن البيتزا الطلياني دي بشعة يا لهوي ده بجد أنا جالي هلع لا كان معايا ساعتها فاهمين بس انت الزيتون اي نعرف تشهد بذلك نروح تقول لي ايه ده احنا في ايطاليا ولا فين اقول لها ما اعرفش يا اختي يمكن المكان نفسه لا فول الاماكن ده احنا بتاع 7 8 اماكن فعلا وبعدين دافعين بقى باليورو قد كده نضطر ناكلها طيب يلا طيب التيراميسو دي حاجه حلوه اخترعوها في الخمسينات سنه 1950 يعني في الخمسينات ايام الحرب والكلام دوت وعملوها علشان لا ايه حرب ما كانش في حرب كان في يعني كان بعد الحرب بعد الحرب العالميه بكتير والناس كانت فقيره اخترعتها واحده ست بس دي مش اكلت فقراء حطيتها مش فقراء يعني كانوا عاملينها في قهوه او حاجه زي كده وحطت فيها القهوه سريعه الذوبان او القهوه عامه الاسبريسو الاسبريسو اللي هي القهوه المغليه اللي من غير فالقهوة دي ادتهم نشاط مع الكاكاو مع السكر مع البتاع وساعتها اتشهرت جدا كان طعمها حلو مش القهوة دي هتدوبيها في حاجة ولا هتعمليها فيها دي قهوة سريعة الذوبان طيب بس هتعمليها ازاي
ما انا هقول لك اهو. ادي بوله وقهوه سريعه الذوبان كميه لا باس بيها، معلقتين كبار. هنحط عليهم ميه من السخنه. لا مش هتسيح كده. لا لا لا, لا هتسيح. ميه من الحنفيه اهي كوبايتين تقريبا وكده هتدوب. وتبقى مركزه وهتدوب وهتبقى جميله جدا. تمام اهي دابت خلاص وبقت حلوه خالص خالص خالص. هنجيب الليدي فينجرز او السافويار، ده بيتباع عند بتوع الحلويات، احنا ممكن نعمله في البيت. هقول لكم على طريقته يعني، بس وممكن هو ده الليدي فينجرز ده، لانه بيتحول لكيك بعد كده. خلاص دي الصينيه بتاعتي. هو لازم يتعمل يا جماعه في صينيه اللي هي بتتفتح وتتقفل. معلش هو ده بواخده اللي هي دي اهي. اميره هنا حاطه فيها ورقه من ورقه زبده، وجوه هنا بيبقى فيها ورقه زبده اهي كده كده كده. ماشي بس نوريها للناس. هنقفلها مره ثانيه عشان ما تزعليش. تمام اهو اهي ده ورق بنحطه مع الحلويات، برضو بيتباع عند بتوع الحلويات بالمتر. شكله لطيف كده ولذيذ، بنحطه في الجنب علشان يبقى يمسك يمسك ويبقى سهل ان احنا نطلعه. لا لا زي ما هي كده. اوكي ولا حاجه اهي زي ما هي كده. انت هتعمل ايه؟ مسقسه. لا مسقسه بايديك والله. خلاص اهي هنبتدي نحط. انا ما حطيتش على كله، حطيت بس على الوش علشان يبقى شيلها سهل. شيل ايه؟ يعني ان انا اشيلها من مكان لمكان. هو فعلا ده البسكوت ده مع الحاجات اللي هي عملتها دي، مع ان هي بتحطه في بتسقسقه في المايه دي القهوه دي، هيتحول هيبوش مع بعض، هيبقى زي الكيك. هيبقى زي الكيك بالظبط. تمام ممكن نعمل بقى ممكن نعمل كذا شكل. بس احنا ايه يعني، انا عملته في كوبايات وعملته في انت عامله في كل الاشكال. خلاص تيجي بقى ايه وبعدين هتقسميها اتنين بالظبط. هقسمها اتنين. بصوا بقى هبتدي ارصهم. والجزء البومبي بيبقى لبره في الجنب كده. مش بتسقيه ده؟ لا ممكن نسقيه والله عشان يتماسك بس ويبقى يقدر ما يقعش ويتكسر. اوكي بعد بقى ما هتعمل ده حوالين داير، هتصب جواه الخليط اللي احنا قعدنا ساعه نضرب فيه ونعمل فيه المارينج على الجبنه عبور لاند على الصفار البيض المضروب في حمام ميه. الكلام ده كله هتروح صباه ويتحط في ثلاجه قد ايه؟ 8 ساعات على الاقل. ويوم كامل احسن حاجه، يعني احسن مده 24 ساعه. اقل مده 8 ساعات. اوكي اهو خلاص. هو طبعا الرصه دي اصعب حاجه في الموضوع. خلاص تمام كده. خلاص دي هاتي هنا بشكل ماشي. خلاص ده مش عايزاه وده مش عايزاه، ولا هتحط طبقات؟ لا هحط طبقات. اوكي طب وري بس الناس اللي هتعمل. انا بقلب اهي من تحت لفوق كده لغايه ما تروح كل التكتلات اللي فيه ويختلط تماما، بس بالراحه جدا علشان معلش هنعمل الناحيه الثانيه بعد اذنك عشان الناس تشوف. اوكي اهو هتحطي طبقه بسكوت. بس هتسقيه. لا لسه، بس هنحط طبقه كاكاو. كاكاو مهم قوي موضوع طبقه الكاكاو. هن اهو سباتشول بقى وفريزي لان ده كده هيقع. طيب ممكن نكتر شويه. رايي كده برضو عشان يسند. بس اوكي شكرا. كاكاو كاكاو وكتري منه ما تقلليش. بيدي طعمه حلو اهو. كاكاو 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 اهو. على فكره البسكوت اللي في الجنب ده ممكن تسقوه برضو لو انتوا عايزين، بيبقى طعمه حلو بصراحه. خلاص نبتدي نعمل دور تاني. بتاع ده طعمه حلو قوي. عشان عايز اقول لكم اللي هي عملته ده بيتباع بكام في السوق؟ بكتير يعني بكذا 100 مش بمئات. بتاع صغننه قد كده بكذا 100. الصغننه فانتوا تعملوها في البيت. اوفر لكم طبعا بمراحل. وهي مع جبنه عبور لاند النهارده ورينا لكم برده
تتعمل ازاي، فالدنيا هتلاقوها سهلة جدا. ممكن نعمل كده عشان الجناب اهو، وبعدين نحط رق تاني. ده اخر رق تاني صح؟ تحطي بسكوت تاني فوق؟ لا وتعمل اطهر بس. لو عندكم ممكن للي عايز كريز ممكن، يعني دي حاجات بقى ايه كل واحد ومزاجه. كريز اللي هو او فواكه مسكره، في ناس بتحط بتبقى برضه لطيفه جدا. هنغرقها بقى، هتحطي من ده تاني؟ لا خلاص. هنغرقها بقى من فوق بالكاكاو، تحط في الثلاجه على الاقل 8 ساعات، بس انا افضل انها تتحط يوم. يوم هي يوم. يوم وتسقع تسقع تسقع. هات بقى الشوكولاته اللي احنا عملناها. دي فين؟ دي؟ ايوه. اهي. هنا. تتحط في الثلاجة، ممكن تتحط في الفريزر مثلا 3 4 ساعات بس تتماسك، وبعدين في الثلاجة بعد كده بقى 4. تسلم ايديك. ميرسي. قولي للناس عملتي ايه كده بسرعة. عملنا حاجة حلوة اسمها تيراميسو بجبنة كريمي عبور لان، عبارة عن قهوة سريعة الذوبان معاها بقى بيض بكريمة. ميرسي أميرة. ميرسي يا شريف. ثانك يو ليكي، وميرسي لعبور لاند انهم كانوا معانا النهاردة بصنف الجبنة الحلو اللي عملنا بيه التيراميسو، صنف الإيطالياني، محلات إيطالياني. هنسمع إيه يا أستاذ حسام؟ دلوقتي معانا أغنية حتى الهوا للأستاذ محمد محي. أستاذ محمد محي خليني أبعت له تهنئة على الاغنيه الجديده كمان اللي عملها. بنستنى اغانيك دايما يا استاذ محمد يا محي، انا بحبك وانت عارف. وبعت لك الف سلام وتحيه وببارك لك. نسمع اغنيه حتى الهوى، من الاغاني اللي بحبها قوي بصراحه، كانت مشهوره جدا في التسعينات من القرن الماضي. وبعديها نروح الكلينيك، العياده، الاستاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. حتى الهوى لوم ناس وناس، لوم ناس وناس. حتى الهوى لوم ناس وناس، لوم ناس وناس. وناس بحيرة بقالها كتير، وناس بحيرة بقالها كتير. حتى الهوى لوم ناس وناس، لوم ناس وناس. حتى الهوى لوم ناس وناس، لوم ناس وناس. وإن كان كده طبع طبع يا قلب، وإن كان كده طبع طبع يا قلبي. وإن كان كده طبع طبع يا قلب، وإن كان كده طبع طبع يا قلبي. خليك يا قلبي قلبي كبير، وانسى العتاب واللوم، وراعي احساس، وانسى العتاب واللوم، وراعي احساس. ويمكن يحن يحن يحن، يمكن يحن يحن يحن، يمكن يحن يحن يحن، يمكن يحن يحن يحن. يا حسين نام الناس حتى الهوى والناس وناس، له ناس وناس. حتى الهوى له ناس وناس، له ناس وناس. حتى الهوى اللي قابلنا له هاجرنا يوم ما وصلنا له، ده حتى الهوى اللي قابلنا هاجرنا يوم ما وصلنا له. ايه بس كنا عملنا له، ايه بس كنا عملنا له. نسأل عليه يخصمنا ليه، نسأل عليه يخصمنا ليه، ونعمل ايه. حتى الهوى لهم ناس وناس، لهم ناس وناس. حتى الهوى لهم ناس وناس، لهم ناس وناس. اوبا حلوة قوي. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف.
النهارده فردوس مراد عامله حاجات حلوه قوي، وانا عارف شغلها وعارف حاجتها، وفي كتير من الضيوف بيجوا لي بيبقوا لابسين حاجتها، بقى مبسوط جدا من التطور كمان اللي هي دايما بتعمله والافكار المختلفه واستخدامها للخامات بطرق غير تقليديه، ودي شطاره الديزاينر. اهلا وسهلا بيك يا منوره. ده نورك. ايه الحاجات الحلوه دي؟ جايه شارع شريف لازم تبقى الحاجه بيرفكت، يعني كل حاجتك بيرفكت. الله يخليك. قولي لي بقى كده كولكشن الخاصه بيكي لخريف وشتاء 2021. انا شايف الحاجات مختلفه ومستخدمه الاقمشه، حتى الحاجات البايات اللي فيها ترتل بطريقه مختلفه جدا. ايوه، ما احنا الشتاء السنه دي احنا خارجين، كنا من المرحله اللي فاتت كلنا شبه عندنا اكتئاب شويه من الكورونا، الصراحه تعبنا قوي الكورونا، حبينا نفتح في الالوان شويه ونلعب بالبيات، حاجات تبقى مفرحه شويه للايام اللي احنا فيها عديناها من الكورونا. أوكي. دي حاجه. الحاجه الثانيه كنا بنفكر في موضوع ايه الموضه السنه دي. كل سنة من قبل ما الشتاء يجي بيكون في لاين كل الدنيا ماشية عليه، بيختلف من دولة لدولة بنطوعها، لكن لازم في لاين بنمشي عليه كلنا. السنة دي ما بعدش في لاين، كل الدول كله في الكورونا كله قافل، فابتدينا احنا بقى نشغل ما احنا نعمل لاين احنا بقى لوحدنا كده، ما نستناش اللاين بره شغال، احنا نشتغل اللاين. عايز اتكلم عن لبسك. دي عباية؟ لا، هو زي كومونو كده بس استخدمت اكتر من ماتيريال فيه. يعني ده جوبير؟ ده جوبير، وبعد كده ده شيفون، وبعد كده ده جوبير عليه ورد، والجوبير ده جوبير سيرما كمان. سيرما مش جوبير عادي. واللي بالطول ده سيرما كله وده برضو شغل سيرما. فدخلتهم كلهم مع بعض كده قلت اعمل حركه جديده. بقول لك ايه، انت حاجتك تمشي ابري ميدي سواري وتمشي لو لبست عليه كاجوال شيك. كاجوال شيك كله. ما هي عشان اللي يشتري قطعه يقدر يستخدمها اكتر من مره، مش قطعه جبتها مره لبستها اتركنت في الدولاب، لا، نفس اللي انا لابساه ده لو لبسته على فستان دريس ابيض والبيست بيلت لونه سيرما، حتى عملنا مي بيلت هنزل بيه بريميدي. بريميدي وممكن تلبيه سواري على فكره على طول. ما هي دي بقى ميزه ان القطعه لما اجيبها اقدر استخدمها مره واثنين وثلاثه. اوكي، انت مستخدمه قماشه حلوه قوي، ايه ده؟ انا هصدمك اقول لك كلها مصري. ده بس الجبير ده مش مصري. لا، الجبير ده مش مصري. مش مصري، بس على فكره ساعات بيبقى فيه جبير واحنا بنصبغه. ما دام اوكي بيبقى مصري وبنصبغه وبنشغل عليه. الناس متخيله ساعات ان ممكن القطعه تبقى سعرها ارخص عشان هي القماش مصري. بالعكس. مش عارفين ان احنا عندنا اقمشه اغلى من الاقمشه المستورده. طبعا، ولان الكواليتي بتاعتها عاليه جدا. والكواليتي بتاعتها يا فرحتي بالاقمشه اللي بتيجي من الصين ولا من تركيا ولا الحاجات دي، ما تتلبس اصلا، ما بتتلبس، بايظ. احنا عندنا القماشه المصري عامله زي المصريين، شبه المصريين، تقدر تستخدمها وبتستحمل وكل حاجه. عشان كده ما تروحي امريكا بتلاقي ايجيبشن كوتن هو اغلى حاجه وموجود في اكبر المحلات. بالظبط. بس احنا بالزبط. عندنا عقده للأسف. احنا هنا عندنا عقده الخواجه، هنفكها قريب. قريب ده اكيد جدا. اكيد. هو الخواجه كلهم هم كل العالم هيجي يسكن في مصر. ايوه، احنا جبناهم كلهم. ايوه، هيحصل. يا رب. طب خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل الكولكشن. فاصل ونرجع لكم، خليكم معانا لو سمحتوا. اشتركوا
رجعنا لكم مره ثانيه مع استاذه فردوس مراد مصممه الازياء اللي معانا النهارده وحاجه الكولكشن الجديده الخاصه بيها. بتبيعي حاجتك اونلاين؟ لا، عندي كمان شوروم في التجمع. بجد؟ فين؟ بتاعك انت خاص بيك؟ خاص بيا. اسمه ايه؟ هو فردوس مراد شوروم. فين؟ في التجمع الخامس. في اي حته؟ في المنطقه الرابعه الف، المنطقه الرابعه الحي الثالث، فيلا 18. اوكي. بتعرضي فيه كل الكولكشن؟ كل الكولكشن. اوكي. وبرضه واخده جزء من الفيلا عاملاه ك مش ده المكان الاساسي اللي بصنع فيه، بس ما بحب اطلع بدايه الباترون السكتش اي حاجه بطلعها فيه واول عينه عشان دايما ابقى شايفاها لحد ما تطلع. انت بتصنعي في اماكن مختلفه؟ لا، المكان التاني بتاعي برضه. اوكي. بس ده بخليه عشان بيبقى سهل عليا ان انا بكون في الشوروم وانزل اشوف القطعه وهي بتطلع بس. طب احنا هنحط معانا الفيسبوك والانستجرام على الشاشه، برضو اي حد عايز يتواصل معاكي من مصر او خارج مصر ممكن تتواصلوا معاها من خلال الفيسبوك والانستجرام اللي على الشاشه. احكي لي بقى حاجتك بنات ممكن تلبسها، سيدات، اعمار مختلفه، كله كله. احنا حكايه ان احنا نعمل تصنيف للاعمار في اللبس ما بقتش موجوده دلوقتي قوي، لان البنات الصغيرين بقوا بيحبوا اللبس الكلاسيك اللي بيقدروا يلعبوا فيه باي حاجه ويخلوه شويه كاجوال، زي نفس فكره اللبس اللي انا لابساه ده، ما هو ممكن يبقى كلاسيك بس البنطلون ومتني ومش عارف ايه اداك احساس ان هو كاجوال. صحيح. تمام. نفس الفكره دي بقت عند البنات دلوقتي، ما بقاش كل اللبس الشكل الفانكي اللي كان من حوالي 4 سنين كان موضه. هي نفس فكره انا هلبسه في السن الكبير، هي نفس القطعه نفسها بقت حلوه. كمان ان الكبار بقوا حاسين ان هما بيلبسوا لبس اللي انا لابسه الطقم، وممكن واحده اصغر مني ب 20 سنه لابساه. صحيح. فبقى مرضي للسيدات شويه. بتعملي اكتر في 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 الاطقم اللي بتعمليها، بنطلونات ولا جوبات؟ للسيمي كاجوال بضطر اعمل البنطلونات اكتر. انما لما بيكون حاجات عايزين نغير فيها قوي، او حاجه فكره بقى خلاص انت عايز تعمل حاجه يونيك، فاروح مدخله ماتيريال ما تنفعش تبقى دريس، ما تنفعش تبقى فستان خالص، واروح عاملاها دريس بشكل تبقى واقف قدامها ده كاجوال ولا سيمي كاجوال ولا ايه، بس اللوك حلو. ما نفسكيش تشوفي كل البنات والستات في الشارع لابسين جوب او نفسي جدا فستان؟ نفسي ونلغي جدا الجينز. نلغي يا ريت لان ده الشكل الاساسي للست. هي ان هي لابسه دريس او لابسه سكيرت الصراحه، يا اما جوب يا اما الأناقة. صحيح، الأناقة. تعالي نشوف آخر جزء من الكولكشن، يلا بينا مزيكا. فردوس مراد، ايه الحاجات الحلوه دي وايه شغل البرودري اللي على الحاجه؟ انا بحب شغل الخيوط قوي. تحفه قوي، تحفه. ده اللي بيخلي القطعه مميزه، انك تعمل قطعه تعمل قطعه برسمه محدش هيعملها غير انت. رسمتك انت رسمتي انا بشكلي انا.
تدريس الخيوط ده احلى حاجه الصراحه. صحيح، احلى حاجه. شرفتيني نورتيني والله. انا اللي شرفتني. وانت طيبه. الله ربنا يخليك يا سيدي. اشوفك مرسي. على خير دايما. اشوفك دايما. لفردوس مراد مصممه الازياء اللي كانت معانا النهارده. شفنا كولكشن مبهر في الحقيقه، بالوان حلوه، بماتيريالز خامات حلوه قوي، بمجهود عامله. فبشكرها، يا رب تكون اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. نشوفكم ان شاء الله بكره في نفس ميعادنا. شكرا ليكم، باي باي.